مساء الخير مشاهدينا في كل مكان حلقه جديده النهارده من حلقات من يجدها زي ما عودناكم بنبقى معاكم كل اسبوع يوم الاثنين ويوم الاربعاء على الهواء من الساعه 12 للساعه واحدة وبنتكلم في كل حاجه تخص حياتنا واسرتنا وعلاقاتنا ببعض تربيتنا لاولادنا اهم واخطر الحاجات او الامراض والاعراض اللي ممكن نتعرض لها وما بنكونش عندنا معلومات كافيه عنها فمهم قوي اننا نعرف على الاقل اساسيات لغايه لما يتم عرضنا على متخصص في اي عرض من الاعراض دي من اكتر الحاجات اللي بتهم جدا السيدات او اكتر التخصصات في مجال الطب هو النساء والتوليد او النساء والولاده خلينا نتكلم على الدكتور المتخصص في الجزئيه دي لانه مهم قوي يكون دكتور شاطر جدا لانه في بنات كتير بيبقوا سنهم صغير بيتعرضوا لبعض المشاكل ويكتشفوا ان عندهم مشكله ما اسمها مثلا تكيس المبايض تكيس المبايض دي مشكله بتواجه بنات وسيدات كتير بنسمع عنها كمان في بنات سنهم صغير يعني ممكن يبقى دكتور النساء ده بالنسبة لنا أنه ده الدكتور اللي بنزوره بعد ما بنتجوز أو بعد ما بنخلف لكن الحقيقة أنه بقالنا فترة طويلة جدا بقالنا سنين كتيرة جدا بنسمع عن مشكلة تكيس المبايض لبنات صغيرة مش متجوزة لسه ومفيش أي حاجة لها علاقة بمرحلة ما بعد الزواج لكن بتتعرض لبعض الأمور أو بعض المشاكل الخاصة بالموضوع ده اوقات بقى وده الاصعب انها بتكتشفها بالصدفه فلازم اولا نتعامل مع طبيب شاطر جدا لازم نتعامل مع حد فاهم كويس قوي اعراض تكيس المبايض اسباب تكيس المبايض علاج تكيس المبايض هل ليه مثلا سن معين ولا ملوش لازم نبقى بنتعامل مع طبيب فاهم كويس قوي في الجزئيه دي ده هنتكلم عنه النهارده موضوعنا مهم جدا موضوع شائك موضوع خطير لانه ناس كتير جدا ما, ما بتبقاش فاهماه كويس قوي فالنهارده ده موضوعنا على مدار موضوع الحلقه كامله فردينها للموضوع ده علشان لو عندكم اي سؤال اي استفسار اي مشكله ما اي حد فيكم حاسس بيها او بناتكم حاسين بيها النهارده ضيفنا اللي منورنا هيرد على كل الاسئله اللي بتدور في اذهانكم بس خلونا طبعا في البدايه نرحب بيه معانا استاذ دكتور ملاك محارب استشاري امراض النساء والتوليد واستشاري أطفال أطفال الأنابيب ودكتوراه في العقم وزميل الجمعية الأمريكية لأمراض تأخر الإنجاب منورنا يا دكتور أهلا بيك. أهلا بيكي عايزة كمان أكد على كل المشاهدين إنه عنوان عيادة دكتور ملاك وكمان التليفونات موجودة على مدار الحلقة على الشاشة علشان اللي ما يلحقش إنه يتواصل مع الدكتور داخل الحلقة يتواصل معاه عن طريق تليفونات وعناوين العيادة اللي هتبقى ظاهرة معانا على الشاشة طيب دكتور ملك بدايه كده قبل ما اتكلم على تكيس المبايض انا عايز اعرف المبيض ده عباره عن ايه وايه دوره في الجسم البنت بشكل عام طبعا المبيض هو بيعتبر اهم جزء للسيدات في مرحله اللي هي بنسميها بدايه اللي مش منتصف بدايه البلوغ يعني من بدايه بتظهر بدايه شغله معانا من بدايه نزول الدوره الشهريه لاول مره لاي بنت طبعا المبيض مسته انه هو المكان الوحيد اللي بيخرج بويضه والبويضه دي اساسيه علشان موضوع الانجاب بس هي مش بس الانجاب المبيض ايضا بيخرج هرمون الانوثه هرمون الانوثه ده جزء هام جدا واساسي في العمليات الحيويه لجميع الحاجات اللي بتعملها البنت او السيده في السن الاساسي اللي هو تقريبا من سن 11 لغايه سن حوالي 55 او 60. يعني هو بيدخل في موضوع زي مثلا موضوع ان هو ترسيب الكالسيوم، زي موضوع المحافظه على درجه الحراره، موضوع ان هو بيديها نوع من الوقايه من عدد كبير جدا من الامراض. كل ده بيقوم به المبيض، يعني المبيض جزء هام علشان التبويض بس طبعا في بعض الناس ممكن التبويض ده ليه مره مرتين ممكن واحده تكون ما عندهاش يعني مش عاوزه مثلا تتجوز او ان هي عايشه من غير جواز او اي حاجه زي كده فلكن هو برضو الهرمون الانوثه له اساسي في عمليات حيويه جدا للجسم ونقدر نقول انه حمايه اساسيه لمشاكل كتير عشان كده ممكن بنلاقي مثلا اي سيده بعد سن انقطاع الدوره تلاقي عندها ارتفاع مفاجئ مفاجئ في ضغط الدم بنلاقي عندها ارتفاع مفاجئ في الدهون في الدم ممكن بنلاقي بيحصل فيها امراض في القلب كل الكلام ده كان هرمون الانوثه ليه دور اساسي في حمايته والمحافظه على جسم السيده وعلى صحتها كل جسم من اجسام السيدات فيها اثنين مبيض مش كده طبعا طيب الاثنين دول لازم يبقوا هما الاثنين سلام مية في المية ولا لو في مشكلة في واحد فيهم التاني بيقوم بعمل الاثنين ما فيش اي مشاكل لا في بعض الاحيان ممكن لاي سبب زي مثلا في امراض او حاجات بتضطرنا ان احنا بنشيل مبيض زي مثلا حمل خارج الرحم او او اجزاء معينة او تليف المبيض او سبب كتير بتضطر ان هي بتعيش بمبيض واحد المبيض الواحد ده غالبية بيقوم بجميع الأعمال الحيوية كأنهم اثنين بالظبط طيب عايزين بقى نتكلم في موضوع النهاردة بتاعنا يا دكتور هو تكيس المبايض ده معناه إيه؟ هو في نقطة مهمة قوي أن تكيس المبايض هي ببساطة شديدة جدا أن وجود هرمون الذكورة عند بعض الأنسات أو السيدات أعلى يعني؟ نعم أعلى؟ لا آه أعلى غير الطبيعي يعني بيتفرز طبيعي ان هم بيتفرس لان هو طبعا احنا عارفين المكان اللي بيفرزه هو الخصي عند الرجل يعني او الجهاز التناسلي عند الرجل فالسيده ما عندهاش مكان بيفرز اصلا او بيطلع هرمون الذكوره الا حاجات قليله جدا طبعا في غده معينه ده بالنسبه لا تعتبر لكن في بعض الاحيان بنلاقي ان هذا الهرمون بيعلى جسم السيده طبعا ما عندهاش استفاده ليه فلما بيستفدش بيه بتضطر تعمل ايه؟ فبتجمعه جوه المبيض في عباره عن في تكيسات صغيره. التكيس تقريبا من حوالي ملي ل 2 ملي. يعني ايه تكيس يا دكتور؟ يعني كيس؟ كيس بس صغير. يعني كيس مثلا لما بنقول ده سمكه او قطره سنتي يعني زي زي الكيس بس إيه تكيس يعني الكيس مثلا نقول سنتي 2 سنتي آه يعني اللفظ المصغر من كيس كيس أبزل. اه بالظبط تكيس ده بيبقى مثلا ملي 2 ملي بس يبقوا كتير بيبقوا كتار مم. فبيجمع هذا الهرمون الذكوره ما بلاقيش مكان يتجمع فيه غير في جدار المبيض عشان كده بنسميها تكيسات بجدار المبيض فده بنسمى تكيس التكيس ده بتبقى حتت صغيره وطبعا بنعمل لها نوع من المؤيسه لما بنيجي نعمل ليها سونار على المبيض بنعرف بنلاقي مثلا هل من 0 ل 8 ولا من 28 ولا فوق ال 20 وطبعا بنشوفهم بعد كده بنضربهم في يعني من 0 ل 8 ده اقل حاجه بيه حاجه ال... ومن 8 ل 20 ده حاجه أكتر وفوق ال 20 ده حاجه ثانيه خالص فده معناها ان التكيسات عاليه جدا طب وهرمون الذكوره ده يا دكتور مش بيفرز ابدا عند السيدات ولا بيفرز بنسب ضئيله جدا في العادي عادي بيفرز بنسبه ضئيله جدا وما بيجمعش في جدار المبيض ما بيكونش اساسا موجود في جدار المبيض امال هو لما بيفرز حتى لو بكميه ضئيله بي 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 بيتجمع فين لا بيكون موجود في الدم عادي لكن ما بيكونش اساسا في جدار آه. المبيض خالص لكن لما النسبه تزيد عن الطبيعي ما بيروحش مع الدم لكن بيتكون او بيترسب آه. على جدار, جدار المبيض طيب هو ايه بقى اللي بيخلي اصلا نسب هرمون الذكورة تزيد عند سيدة دون الأخرى دي طبعا سؤال حلو جدا وده هو أساسا من لو فهمنا ده هنقدر نوصل بعد كده لخطة العلاج اللي بيحصل هو بالضبط ان هي المشكلة أساسا عامل جيني يعني عامل وراثي ولقوا ان الجينات المرتبطه بالتكيسات على المبيض هي نفس الجينات المسؤوله عن مرض السكر عشان كده حتى في بعض الاحيان ان بندي علاج للتكيسات عشان نقللها برضو مرض الدواء ده بيستخدم في علاج السكر. السكر. فدي النقطه ان هو اول جينات بس الجين ده موجود في الكل لكن بعض الاحيان بنلاقي ممكن سيده تقعد لغايه الانجاب الاول ويمكن الانجاب الثاني ومش ظهر عليها التكيسات. او بعض السيدات عندهم تكيسات ولكن هذه التكيسات مش مؤثره على اي نوع من الاعراض يعني ايه يعني احنا كتير قوي واحنا بنعمل مثلا عمليه قيصريه بنمسك المبيض بنلاقي المبيض ده فيه تكيسات بس هذه السيده حاليا ولدت بقت حامل وولدت وبتولد كمان فمعناها ان مفيش اعراض عشان كده احنا بنقول ان الجينات دي في بعض الاحيان بتنشط بتنشط يعني يمكن اكتر حاجه بتنشط التكيسات وتخليها تبتدي تظهر اعراضها هي زيادة الوزن وهي دي النقطة المهمة الأساسية وخصوصا لو كان زيادة الوزن في سن مبكر يمكن زيادة الوزن في سن قبل 18 سنة بيكون خطير جدا غير لما واحدة بتكبر طبيعي أن أي سيدة بعد ما بتتجوز وبعد ما بتنجب بيحصل لها في زيادة في الوزن بسبب أن الحركة بتقل بسبب عدم اهتمامها بالرياضة بسبب عوامل كتيرة جدا وبتحصل تغير في الهرمونات بشكل عام وتغير آه. برضو في الهرمونات بس هي الأكثر ممكن يكون عوامل الكسل يعني هي أو اللي هي بنسميها اللايف ستايل اللي هو نمط الحياة نمط الحياة تغير ما بقاش زي الأول فيها كانت الأول بيبقى فيه نشاط فيه نزول فيه حاجات كثيرة. الموضوع ده وفي طبعا بيحافظوا برضو على الوزن بقدر الامكان يبقى اذا نمره واحد ان هي الجين ده موجود هو ده السبب الاساسي يعني هي جين موجود في الجسم عشان كده في بعض الاحيان بنلاقي التكيسات عند بعض السيدات اللي هم نحيفه يعني ممكن تكون سيده نحيفه وعندها ما بزقك. كنت لسه هسأل حضرتك نفس السؤال يعني لأنه أنا شخصيا قابلت ناس كتير في نطاق الأسرة عندهم تكيسات في المبايض وهم رفيعين أو جسمهم مش مليان إطلاقا فهل زيادة الوزن دي بتبقى اعتمادا على أصلا طبيعة الجسم ولا هي زيادة بشكل عام وملحوظ في الجسم بقى ودهون الجسم مثلا؟ هي دي نقطة مهمة جدا يعني احنا عاوزين نقول أول نقطة عشان نوصل لها أن التكيسات بسبب وجود جينات في الجسم بتؤدي إلى هذه التكيسات. تمام. طب الوزن بقى هو إيه؟ مم. الوزن احنا فيه عاملين مهمين جدا بيتحكموا في وزن أي إنسان مم. وبالذات السيدات. في معامل كتلة الجسم اللي هو ببساطة شديدا اللي هو نسبة الوزن للطول. وده الشيء البسيط اللي احنا بنوصله، لا ده ملوش دعوه خالص بموضوع التكيسات. بالظبط. ولكن في عامل تاني مهم قوي اسمه محيط الوسط على محيط الحوض. ايوه. محيط الوسط على محيط الحوض الطبيعي يساوي 8 من عشره، يعني ايه 8 من عشره؟ الوسط ده اللي هو منطقة البطن فوق اللي هي عند الراجل بنسميها كرش. اللي هي المنطقه اللي فوق في البطن. دي المفروض أقل من الحوض، الحوض اللي هي عند العظمتين اللي في أول الرجل فوق. لو قسنا دي لدي الطبيعي يبقى ثمانية من عشرة. بعض السيدات ممكن تكون وزنها مش كبير. يعني ممكن تكون ولكن بالظبط كده عندها الوسط عريض اللي إحنا بنسميه البطن كبير. الدهون اللي في منطقة البطن هي أكتر منطقة ليها القدرة على التحول لهرمون الذكورة. طب معلش يا دكتور، منطقة البطن هي اللي يبقى فيها دهون ولا منطقة الوسط؟ يعني هي أوقات كتير يا دكتور بنبقى المنطقة دي منطقة عريضة ممكن من قدام مفيش بروز، لكن العرض والدهون من من الوسط والجزء اللي ورا كله أو الجزء اللي هو من الجنب ده، فهل ده ليه علاقة ولا لازم تبقى الدهون متراكمة في منطقة البطن؟ لا هي منطقة الوسط بصفة عامة، يعني تمام ما هو الوسط والبطن هما يعتبروا منطقة واحدة، البطن جزء من الوسط لكن مش منطقه الحوض يعني بتغالباتها ممكن بعض السيدات ممكن تكون الشكل العام للجسم طبيعي ولكن تلاقي عندها المأسات. محيط الوسط على محيط الحوض واحد واحد يعني ده لده تقريبا نفس المقاس ده يبقى فيه هنا زياده في تجمع عند منطقه البطن او زي ما حضرتك بتقولي عند الجناب في ناس بيبقى عندهم الترهل في الجناب زياده اكثر من منطقه البطن المناطق دي بقى ان الدهون اللي بتطلع في الجسم في هذه المناطق بنسميها دهون نشطه يعني ايه دهون نشطه يعني هي بسهوله بتتحول الى هرمون ذكور على عكس بعض السيدات ممكن تكون وزنها كبير جدا بس الوزن عندها الزيادة في مناطق تانية خالص زي مثلا الرجلين أو أعلى الرجلين أو مناطق تانية فدي في الحالة دي ما بتأثرش جدا يعني عارف يا دكتور كلام حضرتك كمان يعني خلاني كده أحط صورة قدامي أنه فعلا السيدة أو المرأة اللي الجزء ده عندها الوسط عندها قليل أو يعني مظبوط داخل لجوه شوية عن باقي الجسم كشكل هى شكلها بيبقى انثوى اكتر من كشكل من برة اكتر من انه تبقى الجزئية دى اكنها مربعه كده زيها زي الجناب ومنطقه الحوض فحتى في الشكل الخارجي بيبقى الشكل ده احلى كتير من الشكل ده هو ده المفروض الشكل الطبيعي يعني أوه. اللي هو يعني اللي هي بنقول عليه الموضوع لكن طبعا ده بنقول ان هي ممكن كتير قوي يعني مش لازم كل السيدات اللي عندها تكيسات ان هم عندهم مشاكل في الشكل ولا حاجه لا ممكن يكون الشكل العام برده عادي وكويس ومقبول ولكن ممكن ما يكونش ظاهر قوي لكن لو جينا بالمقاسات هنلاقي آه. هذا أكتشف. الموجود تمام فالجزء اللي هو اللي فيه الدهون الخاص بمنطقه البطن ده أكتر جزء معرض للتحول الى آه. هرمون الذكوره بتكون الدهون آه. اكتف شويه بس حضرتك قلت نقطه مهمه قوي من اللحظات قلت لنا انه وارد جدا تجي لك سيده وهي بتولد عادي وتكتشف وانتم بتمسكوا المبيض وقت الولاده انه المبيض ده فيه تكيسات بالظبط فهل ده معناه انه السيده دي ما عندهاش اعراض ولا آه، الأعراض دي بتيجي لشخص وشخص تاني لأ. تمام هي دي نقطة مهمة جدا طب يعني بمعنى أصح إيه الأعراض اللي ممكن نشوفها عند حد عنده تكيسات؟ ممكن زي ما حد قلنا في الأول إن ممكن واحد ما يكونش عنده أعراض. ده عادي؟ ممكن أه وممكن تكون أعراض بس مش ظاهرة يعني مثلا واحدة عندها الشعر إضافي بس بتقدر تزيله بطريقة معينة بطريقة بسيطة بحيث إن هو مش مسبب لها نوع من المضايقة. شعر الجسم شعر الجسم او احنا بنتكلم اكتر على الاماكن اللي هي مفروض ما يبقاش فيها شعر عند السيده اللي هم بالظبط اكتر حته طبعا بالظبط الوش بصفه آه. عامه آه. والدقن طبعا في منطقه مهمه جدا اللي بيبقى غالبيتا بيظهر فيها ممكن بتظهر حوالين الحلمه دي طبعا من الاجزاء المهمه جدا اللي بتؤكد التكيسات في نقطه تانية توزيع الشعر يعني بمعنى اصح ايه ان في توزيع يعني بنسميه من ابتدى سن اللي هو لما البنت بتكبر بيبقى توزيع انوسي وتوزيع رجالي اكتر جزء بيظهر في النقطه دي غير طبعا ظهور بقى الشعر بالزيادة عند منطقه الايدين والرجلين في الشعر اللي هو منطقه العانه معروف ان الشعر الانثوي بيكون الشعر موجود زي خط بالعرض موجود عند الولاد بنلاقي لا بيبقى فيه شعر عامل زي هرمي هرمي يعني الشعر بيبقى طالع واصل لغايه السره دي ممكن الامهات تاخد بالها من بناتها في النقطه دي ان توزيع الشعر شكله ازاي تمام طيب. دكتور هنكمل كلامنا مع حضرتك مع كل المشاهدين بس خلينا نخرج لفاصل اعلاني ونرجع نكمل كلامنا مع دكتور ملاك محارب وتكيس المبايض بعد الفاصل ده رجعنا لكم مره تانية بعد الفاصل لسه مكملين موضوعنا النهارده عن تكيس المبايض مع ضيفنا اللي منورنا جدا وجوده معانا دكتور ملاك محارب وارجع تاني اقول لكل المشاهدين اللي بيتابعوا النهارده حلقتنا انه عنوان وتليفونات عياده دكتور ملاك بتكون معانا على الشاشه لاي سؤال او استفسار او التواصل بشكل مباشر بين اي حد عنده اي عرض او حاجه ليها علاقه بامراض النساء مع الدكتور في العياده. دكتور نكمل كلامنا كنا بنتكلم قبل الفاصل على اعراض او ايه الحاجات اللي ممكن لو اتشافت خاصه من الامهات لو البنات شويه لسه صغيرين تبدا تلاحظ بقى وكان اخر حاجه كنا بنتكلم فيها على توزيعة الشعر في الجسم ومنطقه العانه حضرتك قلت لنا انه عند البنت الطبيعي بيبقى بالعرض لكن في شكل هرمي الام تاخد بالها من الموضوع ده تمام بالضبط. ايه كمان طبعا الـ احنا لازم نقول برضو ان احنا عندنا نوعين من الشعر في الشعر اللي هو بنسميه الشعر الرجالي او الشعر الترمة وفي الشعر الزغبي اللي هو الخفيف الشعر الزغبي الخفيف ده موجود عند بنات كتيره ما من نقلقش منه وده اساسا بنسميه الزغبي اللي هو زي بالظبط الشعر بتاع الاطفال المولودين يعني في اطفال مولودين يمكن عليهم جسمهم مليان شعر وده مجرد الشعر ده بيقع لوحده او أنه هو مجرد باي حاجه بسيطه بيتشال لكن في شعر التيرمينال او الشعر السميك اللي مقصود بيه ان الشعر ده ليه جدر جوه الجلد وده اللي هو يعتبر الشعر الرجالي وممكن اي شعر ممكن يتحول الى شعر تيرمينال لو استخدمنا فيه الازاله بالموس ممكن اي شعر لو عملنا بالموس هتلاقي ان هو بقى اتحول الى تيرمينال وبقى ليه جدر فعشان كده النقطه ان احنا لما يكون عندنا بنت لسه في سن صغير اعدادي او حاجه زي كده وعندها شعر كتير الزغبي ده الأم ما تقلقش خالص لأن يعني ده الشعر ده بعد فترة بيروح لوحده خالص وما تعتبرش كمان مشكلة تكيسات. طب ممكن يا دكتور يبقى هي في سنها صغير ولكن طبيعة الشعر عندها من وهي في سنها الصغير ده حتى قبل مرحلة البلوغ عندها الشعر الرجالي اللي هو فيه جذور أو فيه أو شكله كتير ومنعكش يعني شكل رجالي قوي. فده مالهش علاقه برده بالتكيسات لا دي ليه علاقه بالتكيسات بس انا بقول الاول ان في كده عشان مش كل واحد يسمع الكلام يفتكر بقى ان عنده تكيسات آه آه لكن بنقول طبعا في اعراض كتيره ان احنا بنكتشف بيها التكيسات بعد كده وفي تحاليل هنقولها ان هي تظهر الموضوع ده لازم التكيسات تظهر مع مرحله البلوغ ولا وارد تظهر ما قبل المرحله دي لا هي لا اول حاجه هي مرحله البلوغ مرحله البلوغ مقصود بيها ان البنت بتبتدي تنزل لها الدوره الشهريه تمام النقطه اللي احنا عاوزين نوصل لها برضو ان التكيسات دي ليها اعراض كتيره بمعنى اصح ان احنا حتى في الطب بنسميها متلازمه متلازمه يعني مش مرض ده عباره عن مرض بيظهر بكذا شكل او بكذا برد اول حاجه من الحاجات اللي بتظهر وبتظهر عند بعض الانسات قبل الجواز اللي هو موضوع التكيسات لكن بتظهر ممكن باشكال تانية اشكال تانية نمرة اتنين اللي هو عدم انتظام الدورة عدم انتظام الدورة يعني نلاقي الدورة تيجي مثلا كل شهرين تلاتة ويوم ما بتيجي بتيجي بكميات دم كتيرة ده عرض تاني عرض تالت ممكن تيجي بتأخر انجاب ده عرض برضو ان هذه السيده عندها تاخر انجاب بعد الجواز عرض رابع ممكن تيجي فيه ويمكن ده اسوا الاعراض الاجهاض المتكرر تلاقي السيده تقول انا اعمل اختبار حمل الاقي الدوره اتاخرت اعمل اختبار حمل الاقي موجب وبعد اسبوع 15 يوم بالكثير الاقي الدوره نزلت تاني ممكن مره واثنين وثلاثه واربعه لدرجه في بعد السادات جولي قالوا لي احنا حصل 15 مره يعني رقم فلكي جدا لكن ده برضو هي من اهم الاعراض وبنقول دي يمكن من اسوا الاعراض لان هي طبعا بيسبب معاه تعب نفسي او تحطم في الجسم يعني التكيس هو اللي بيؤدي الى آه. ال... ال... النتيجه دي اجهاض او تاخر جهد متكرر. أه. متكرر او تاخر في الانجاب اصلا تاخر انجاب او تعمل موضوع ظهور الشعر يمكن الشعر الزائد ده يمكن بنسميه ابسطه من ابسطه ممكن يكون مؤلم شويه في الشكل لبعض البنات لكن ممكن التعامل معاه والنقطه برضو المهمه ان هو حله يعني دي نقطه برضو نصيحه احنا بنقولها ان هو اسهل حاجه دلوقتي بعد ما كترت اجهزه الليزر في الليزر. ازاله الشعر مم. فبنلاقي ان هو بيرجع تاني عشان كده بنقول ان التكيسات لما يكون واحدة عندها تكيسات الصح ان هي تعالج التكيسات الاول وبعدين تبدا وبعد, وبعد كده تظهر تبص للمنظر الجمالي لان هو جزء من علاج التكيسات هو علاج هرموني وده الاساسي لغايه لما نظبط الامور وبعد كده علاج جمالي اللي هو كيفيه ازاله الشعر احنا معانا تليفون معانا كريستين الو الو مساء الخير مساء النور اتفضلي رفعت بص بصة وانا عندي تفايل كي اسعى المباي اه ومش نسها عملت عملية وشلتها وبعد كده رجعت لي تاني ومن فترة كده بيجي لي وجع سجين جدا جدا ما بقدرش استحمله. انت متجوزة يا كريستين؟ لا. تمام. عندي 24 سنة. 24 يعني انت اللي خلاكي تعملي العملية ايه؟ يعني ايه الأعراض اللي في في عندك؟ جدا كيس كبير جدا بقى 5 سنتي وفجأة وجع جدا في منطقة الحوض ما بقدرش أقف ولا أقعد ولا أعمل أي حاجة دي دي معلش ماشي. تاني تاني معلش بعد اذنكم محتاجه الصوت في الـ في الاير آه بيس كريستين بعد اذنك قولي للدكتور تاني ايه اللي خلاكي تتجهي الى العمليه؟ اه انا رحت كشف الدكتور لما وانا بكشف قال لي كيس كبير جدا قال لي 5 سم فقال لي محتاجين عمليه والوجع انا ما كنتش ما بستحمله خالص وجع؟ تمام آه. انا انا من النوع اللي ما باخدش اي مسكنات حتى يعني حتى لما بيجي لي وجع بقدر استحمله شويه تمام وبتقولي عملتي العمليه وبعدين رجعت لك تاني صح كده؟ اه تمام الكيس كان 5 سم امم تمام هو رجع دلوقتي لما عملتي في برضه بقى سم تمام طب انت محتاجه تعرفي حاجه معينه من الدكتور ولا الدكتور يرد على كل حاجه؟ يعني يا ريت يرد على كل حاجه ماشي شكرا اشكرك هو 5 سم ده مش كتير؟ ده ده يعتبر كيس على المبيض مش تكيس على المبيض ايوه كنت لسه هقول حضرتك بتقول لنا كنه يعني 2 مللي 2 مللي 3 ف 5 سم ده حاجه ثانيه ممكن تاني. واحد فيهم او اثنين يكبروا لكن في حاجه اسمها كيس على المبيض دي حاجه وتكيس على المبيض دي حاجه التكيس ده بيكون عدد كبير وبرضو أحد علاجه إن هو زي ما هي بتقول إن هو بنكوي أو بنثقب الأكياس دي. دي، الوسائل دي إحنا إن شاء الله هنتكلم عليها، ولكن اللي إحنا بنكون لما نكون واحدة آنسة ما بنحبسش إن إحنا نعمل لأن في أكياس إسمها ده غير طبعًا التكيس، إسمها كيس غير وظيفي، غير غير وظيفي يعني إيه؟ يعني ملوش فايدة. معلش يا دكتور، يعني دلوقتي التكيسات دي اللي كنا بنتكلم عنها من البدايه آه اللي هي بتتكون على جدار المبيض اللي هي هرمون ذكوره هرمون ذكوره 2 مللي ده حجم التكيس آه تمام في حاجه تانية اللي هي الكيس على المبيض دي حجمها بيكون كبير بالظبط ايه اللي جوه الكيس؟ الكيس ده بيكون سوائل عاديه يعني حاجه بنسميها سيرس فلويد يعني زي الميه بمعنى اصح ماده وده بيطلع لوحده برضه وممكن تكون ماده زي مخاطيه ده مشكله تانية خالص وموضوع تاني خالص اسمه اكياس على المبيض. اه يعني ده ملوش علاقه بده. لا ملوش دعوه بده خالص. ولا بيكون سببه برضو هرمون الذكوره او ايا كان. لا خالص ده مختلف خالص بس اللي احنا عاوزين نقوله ان مش لا نتسرع يعني زيها كده لا نتسرع في اجراء عمليه مع الاكياس الصغيره اللي هي اقل من 5 سم ليه؟ لان كتير قوي من السيدات بيطلع لهم حاجه اسمها الكيس ده حاجه كيس غير وظيفي غير وظيفي يعني ملوش فايده يعني ممكن كل شهر والتاني يطلع كيس وممكن بعد شويه يتفرقع لوحده فاحنا طبعا بالسونار بينبان ان هي متقلمة متألمه هي مش قادره حتى تقف آه لو لو متألم ده غصب عنها هتعمل يعني دي زي ما نقول دي عوامل لان احنا لان احنا ده ممكن يحصل كتير وزي ما هي بتقول ان هو بيتكرر تاني هو معناه انها تدخل تعمل عمليه وتفتح بطن كل شويه يا دكتور؟ طبعا هو بالنسبه للانسات هيبقى قدامه حلين، حل اللي هو فتح البطن وحل اللي هو المنظار. بالنسبه للسيدات المتزوجات بيبقى في حل اسهل في بعض الاكياس ان احنا بنشفط الكيس، وشفط الكيس دلوقتي بقى حاجه سهله جدا بيتعمل بنفس فكره الحانة المجاري. يعني احنا حانم مجاري لما بنشط المبيض بيطلع اكياس كتيره بنشفطها في خمس دقائق بواسطه السونار المهبلي طب معلش عشان معانا تليفون لو انا اضطريت يعني لو او كان كان الدكتور ده مضطر انه يتعامل مع الكيس اللي بيظهر على المبيض انا عارفه ان احنا موضوعنا التكيس بس بما انها فتحت الموضوع ده فخلينا نقول الجزئيه دي ممكن مثلا يشيل المبيض خالص فما يتكونش كيس على المبيض الثاني ولا ممكن يتكون برده لا طبعا بس هو ازاله استصال المبيض دي جريمه يعني هو أو أوكي. زي ما احنا اتكلمنا في الاول سهلة وقلنا طبعا. ان المبيض ده يساوي إنه دي عندنا هرمون انوثه اللي هو مسؤول عن الحمايه الصحيه لغايه فوق ال 55 سنه فكده كأن احنا الا لو كان عندها مرض معين يستلزم لكن غير كده والثاني بيقوم بعمل الاولاني عادي مفيش هو التاني ممكن برضه يطلع فيه كيس يبقى انا هحط كل شويه اعمل عمليه طيب احنا معانا مريعة على التليفون الو ايوه يا دكتور صباح الخير صباح الخير اتفضلي ازاي حضرتك يا دكتور اهلا اهلا معلش انا عندي سؤال انا حامل في الشهر الخامس او الخامس وعايزه اعمل اشعه الفور دي هل هي غلط عليا الإشعاع نفسه ولا ايه وده سؤال السؤال الثاني بعد اذنك آه، عايز اسال عن الاكلات اللي زي الفسيخ والمروحه والحاجات دي بما ان احنا داخلين من السنين فعايزه رد من حضرتك تمام آه، بالنسبه للسؤال الاولاني طبعا السونار ده جزء اساسي من متابعه الحمل. الحمد. يعني نقدر نقول دلوقتي ما ينفعش ان انا اتابع الحمل وبالذات في اول ثلاث اشهر بدون سونار. وطبعا غير بقى السونار بعد كده علشان كميه الميه وحجم ما هو السونار الفرق بين ال 3 دي او العادي وال دي ان هو ده جزء مهم في البروب نفسه اسمه فوليومتريك يعني ايه؟ يعني إن هو بيجسم الشكل بس لكن هو يعتبر سونار عادي يعني الجهاز العادي ممكن احط عليه بروب اللي هو الجزء الصغير اللي في الجنب اللي بيتحط على البطن ده ده ممكن احطه واحد ثلاثي الابعاد ممكن احط ثنائي الابعاد ممكن احط رباعي الابعاد امال ايه أم أم اللي بيبين ان كان في تشوهات عند الجنين؟ هو الفرق بينهم ان هو مجسم مجسم يعني يعني اي صوره بصفه عامه إن انا بشوفها بلاقي الشكل عادي لكن ما بقدرش اعرف بتفصيل. اذا كانت الخلفيه اللي وراه دي معموله ولا لا النقطه الثانيه برضو انا عاوز اقولها ان احنا لما بنيجي نطلب الفور دي مش بس علشان ان هو ما هو عادي ان انا بعمل سونار عادي في المتابعه ولكن انا بعمله في الاخر عشان كذا حاجه تانية اهم حاجة حاجة اسمها الدوبلر الدوبلر ده ان انا بقيس العروق الدموية بتاعت الراس وبتاعة القلب وبتاعت اكتر من مكان في الجنين لان ده بيفيدني حلو جدا وقت الولاده، هل ان انا اعمل مثلا محاولات ان احط مثلا اولد مثلا في مكان لازم يكون فيها حضانات، لازم يكون في دكتور اطفال متمكن مش عادي ان هو يحضر على اساس ان هذا الطفل عنده مشاكل؟ لان في بعض الاحيان مثلا بعض العروق الدمويه بتكون بتاثر. فكل العوامل دي نقطة مهم جدا برضو إن احنا لو كانت هي عندها عملت قيصرية سابقة هل مكان المشيمة ملتحم في جرح القيصرية السابقة فده ممكن يسبب لها نوع من المشاكل طبعا دي اللي احنا بنعمل عليه فور دي معلش يا دكتور الفور دي ده ليه وقت أو شهر معين من شهور الحمل هي بتقول إنها في الشهر الرابع م. فهل مثلا لو اتعمل في الشهر الرابع هيبقى ليه فايدة ولا بتعمل في الخامس ولا بتعمل مثلا في الثامن او في بدايه التاسع بص هو الروتين ليه اللي هو العادي اللي انا مفروض الحاجات اللي انا قلتها دي مفروض بتتعمل على نهايه الشهر السابع السابع من السابع لكن في بعض الاحيان ممكن الدكتور وهو بيشوف بالسونار العادي لا اكتشف مثلا ان عنده في عيوب تكوينيه بس هو مش قادر يحدد. يحددها بالظبط او مم. عاوز يشوفها بمكان اكتر دقه من السونار اللي عنده فبيطلب الثاني او نقطه ثالثه تملي بنقولها ان عينتين يشوفوا احسن من عين تشوف يعني بمعنى اصح انا كطبيب بشوف لو بعتها لواحد تاني متخصص في هذا المجال اللي هو السونار الرباعي بيكون افضل انا عاوزين نحول السونار الرباعي من موضوع ناس حطاه كاسلوب بقى زي حاجه كده يعني كدلع او شكل البيبي او الكلام اللي يعرف احنا يعرفوا ولد ولا بنت أو ولد والبنت وده طبعا شيء مش مش ده الاساس اللي معمول له السونار الرباعي لكن لازم نعرف ان هو ليه اساسيات دي النقط المهمه جدا اللي احنا بنعملها عشان كده دي مهم جدا ان يتعمل سونار بعد الشهر السابع لغايه طبعا قبل الولاده في التاسع ده ده اساسي. تمام. بالاضافه بقى في مشاكل تانية. ممكن يضطر ان هو يعمل اكثر من سونار رباعي. طيب سريعا هناخد النقطه الثانيه اللي سالت فيها هي مش موضوعنا بس خلينا يعني نعدي عليها كده سريعا آه. موضوع الاسماك المملحه وهي حامل. بصراحه يعني زي لو احنا قلنا اي حاجه دي ممنوعه خالص للحامل. خالص. اه أوكي. لان طبعا عارفين ان الحامل عندها مشكلة مهمة جدا وهي دي برضو نفس ده ومهمة أهم طبعا موضوع الكورونا إن هو المناعة ضعيفة طبعا. يعني ربنا حط إن أي حامل مناعتها ضعيفة لأن الجسم الجنين ده ممكن تعتبره غريب فممكن تؤدي إلى وفاة الجنين فالمناعة الضعيفة بتحافظ على بقاء الجنين حي تمام. فكل حاجة ممكن تسبب لي مرض او تعرضني امراض يعني واحد عنده دور برد ما عودش جنبه، واحدة مثلا عنده دلوقتي في وقت كورونا اتجنب ان انا اكون في اماكن مزدحمة. فيها مزدحمة واعمل التباعد سنة. والكلام طبعا اللي احنا بنسمعه في كل وسائل الاعلام. دي نقطة مهمة، أي مثلا كل الأكلات مش بس السردين والفسيخ والبتاع ملح. ده، لا ده احنا كمان البسطرمة والمرتديلا وإذا وال... كانوا بياكلوا أي حاجات من الحاجات دي واللي حتى اللانشو كمان كل الحاجات اللي هي اللحوم المدخنه اللي هي مش مغليه او مش محطوطه درجة ميه مئويه طبعا برضه بتتجنبها في الحمل. طيب جالنا سؤال من احد المشاهدات بتقول هل ممنوع على الحامل تعمل ازاله الشعر بالليزر على الايد والجسم في فتره الحمل؟ بالليزر لا وطبعا اللي برضو ممنوع اللي هو الكريمات اللي هي بتستخدم للإزالة لكن طبعا في وسائل عاديه بتستخدمها بعض السيدات الطبيعيه دي طبعا ما اي مشاكل خالص طيب نرجع تاني لموضوع التكيسات يا دكتور هل التكيسات زي الاورام اللي بتبقى موجوده منها حميد ومنها خبيث لا كل التكيسات حميده مش بس انا بقول كده التكيس انا لا اعتبره مرض يعني هو لولا الاعراض اللي احنا شفناها اللي هي الشعر الزياده التاخر الإنجاب الاجهاض المتكرر لكن لو واحده خلصت انجاب اكتملت حياتها كل الكلام ده وعندها تكيسات في بعض الاحيان ما بتتعالجش لان هي طبعا علاج ممكن يكون مكلف ليها او مرهق ليها فما بتتعالجش عشان كده نقدر نقول ان التكيسات عمرها ما تسبب اورام خبيثه. نمره اثنين ان نسبه علاج التكيسات وحدوث الحمل بنسبه 100% يعني بمعنى التكيسات دي حاجه ممكن تكون مؤذيه ولكن الاذى بتاعها مقدور عليه. معلش تاني <applause> الجزئيه دي يعني مع حدوث التكيسات والعلاج بعد العلاج ممكن يحصل حمل بنسبه 100% يعني بمعنى اصح لو اساسا اي واحده عندها تاخر انجاب بسبب التكيسات وهم دول بيمثلوا اعلى نسبه في تاخر انجاب بيزيدوا عن 20% من الحالات تاخر انجاب فهي ده معناها ان هي ممكن بالعلاج السليم توصل الى حمل بنسبه 100%. طيب انا عارفه انه مش هيكون عندنا وقت في الحلقه دي ان احنا نقول العلاج لانه العلاج انا عارفه انه خطواته كتير وده هنقوله مع حضرتك يوم الأربعاء اللي جاي لكن المفروض آه انه اي واحده سواء بنت سواء متزوجه سواء الامهات لو بتاخد بالها شويه او سمعتنا النهارده وحابه تراقب بقى شويه اعراض كده على بناتها ولقيت مجموعة من الأعراض اللي اتكلمنا عنها. لقت بقى مثلا شعر عند مثلا منطقة الحلمة. لقت منطقة العينة فيها الشكل مش مظبوط شعر الجسم نفسه بيزيد. يعني لقينا شوية أعراض كده عند البنت. في تحاليل لما تتعمل علشان تأكد إن كانت البنت دي عندها تكيسات أو ما عندهاش. فنبص في جزء تاني. طبعا. في تحاليل وصنار. السونار بيظهر التكيسات بالكامل و... بالكامل وعشان كده احنا كمان قلنا ان حتى السونار مش بس كده ده بيحدد حجم المشكله يعني مثلا زي ما قلنا ان شكل التكيسات بعدها بالسونار بلاقي من 0 ل 8 دي بتبقى اضعف حاجه من 8 ل 20 دي وسط فوق ال 20 دي معناها ان التكيسات كثيره طب وكل درجه من دول يا دكتور ليه عرض ولا نفس الاعراض ولكن بتشتد الاعراض وبتقل الاعراض لا طبعا هي ممكن الاعراض هي هي ولكن ممكن حل المشكله او حل التكويسات ممكن ياخد معانا وقت اكتر اه لما بيبقى درجه عاليه بالظبط اه وهي النقطه برضو التانيه اللي احنا عاوزين نقولها ان في تحاليل هرمونات هنقولها بس اللي انا عاوز اوصله للنقطه ان في كتير من البنات بيكتشفوا مشكله التكيسات وهم قبل الزواج أوه. كتير قوي بييجوا يقولوا ايه لما يجوا يتجوزوا يقولوا احنا عارفين الموضوع ده ورحنا للدكتور وشخص المشكله دي بس قلنا نستنى لما نتجوز بنلاقي ان المشكله دي اصعب في علاجها لما تتجوز ليه لان احنا ممكن نحتاج وقت النقطه دي نقطه لكن ممكن يكون الوقت ده عندها مثلا قرب سنه آه لسه قبل الجواز فهتلاقي العلاج بالنسبه لها بيتم طب و... هي مش بعد الجواز ممكن تعمل كي زي ما حضرتك قلت الموضوع بيخلص في وقتها؟ لا ما احنا ساعه العلاج ده العلاج طويل بس احنا بنقول ان العلاج ممكن في بعض الناس بيقعد من ست ل 8 اشهر فعشان كده بنقول ان هو لو اي واحده اكتشفت ان عندها تكيسات وهي انسه او والدتها اكتشفت ليها <applause> النقطه دي فده الافضل ان هو يتعالج في قبل الجواز لان بعد الجواز بيبقى فيه نوع بالذات هنا احنا دوله شرقيه بيبقى فيه نوع من التوتر زي ايه انت لسه ما بتش حامل. طيب انا عندي دكتور كويس ليكي انا مش عارف الكلام اللي هو بيقوله يعني زي ما بتقول الناس مع بعض زائد ان هي بيحصل ان هي بتتوتر وفي تبتدي تقول ده الناس اللي اتجوزوا في وقت كلهم دلوقتي بقى عندهم اطفال وانت يعني الجزء ده بيلعب دور اساسي برضو كمان في العلاج صح. اللي هو العامل النفسي عشان كده بنقول ان هو لو اكتشفت الموضوع ده فهي انسه بيكون افضل بكتير جدا ان احنا نعالجه وفي فتره اسهل معانا وبيكون عندنا وقت براحه طب في نص دقيقه كده عشان ده سؤال اخير ولازم اساله هل في بعض الادويه اللي بناخدها على مدار حياتنا كده واحنا بنات مثلا ادويه صداع ادويه مش عارفه مسكن الالام ايا كان ممكن تسبب تكيس المبايض؟ هو ممكن تسبب حاجتين ممكن تسبب تكيس المبايض او ممكن بتسبب حاجه بقى اهم من تكيس المبايض اللي هي الهيرشيتزم او اللي احنا بنسميه ظهور الشعر الزائد يعني ظهور الشعر الزائد في الجسم لما احنا بنشوفه سواء في الوش او زي ما قلنا توزيعه في الجسم ممكن يكون مش بسبب التكيسات ممكن يكون بسبب أدوية تاخد غلط. يعني زي بالظبط كده كان زمان في حقن اللي هي دي حقن دي مقوية وبتقوي آه. العضلات دي، دي كل أولاً في نقطة مهمة إن إحنا عارفين إن هرمون الذكورة بيدي أساساً نقطتين، بيدي تقوية وبيدي قوة فبعض الأدوية بيختلط عليها جزء زي هرمون آه. الذكورة آه. فده بعض البنات ممكن تكون حاسة بالضعف بتأثر، وفي بعض أدوية تانية بتؤدي برضو فيها هرمون الذكوره من الداخل انا حقيقي بشكرك شكرا جزيلا على كم المعلومات دي انا عارفه لسه عندنا كمان معلومات وبعتذر طبعا لكل المشاهدين اللي حاولوا يكلمونا بس كان لازم نقول المعلومات كامله عندكم اي سؤال او استفسار تليفونات الدكتور كانت موجوده على مدار الحلقه وكمان في الاعاده اكيد هتنزل التليفونات والعنوان فتواصلوا مع الدكتور عشان توصلوا لحلول لاي مشاكل بتقابلكم في موضوع امراض النساء بشكل عام بشكرك شكرا جزيلا استاذ دكتور دكتور ملاك محارب استشاري امراض النساء والتوليد واستشاري اطفال الانابيب ودكتوراه في العقم وزميله الجمعيه الامريكيه لامراض تاخر الانجاب نورتنا وهتنورنا مره تانية يوم الاربعاء اللي جاي نتكلم بقى على علاج تكيس المبايض كله بشكرك شكرا جزيلا شكرا هقابلكم يوم الاثنين اللي, اللي, جاي قبل المعدة بساعة وحلقة جديدة وما تنسوش أي سؤال أو استفسار ابعتوه لنا احنا طول الوقت بنتابع كل تعليقاتكم وكل أسئلتكم ونتمنى أننا نكون دايما عند حسن نقدر نكون نشوفكم الحلقة اللي جاي.